نحن من الغوطة الشرقية، نزحنا على إدلب، فنحن ساكنين نح المحافظة بالطابق الثاني، فضربت الطيارة 5 صواريخ بين الصاروخ والصاروخ، ما في دقيقة واحدة يعني. فالحمد لله رب العالمين، سلمنا وسلم الأطفال. شفنا أشلاء وطلبوا الإسعاف بالطابق اللي تحتنا، وتوفوا كذا شخص وتصوبوا كذا شخص. يعني كان الوضع جدا جدا سيء، نحن يعني ما عرفنا كيف طلعنا. أنا طالعت ابني من تحت الأنقاض، يعني هذا ابني انكسرت إيده من تحت الأنقاض طالعته، وهي البنت يعني حملتها، أنا حملت 3 أولاد ونزلت من الطابق الثاني لتحت على الطابق الأرضي، وفوق الركام عم بمشي، وفوق الإزاز وفوق الدم والجثث يلي ماتوا عنا بنايتنا بالطابق الأول. كل الصواريخ نزلت بنفس المكان تقريبا على المحافظة. أمي حملتني، ما كنت لابسة شيء. أم هاي لقينا هاي هون قبل ما نجي لهون، لقينا هاي لبسنيها أمي وقت هاي الخزانة فوق أخي باب الخزانة، والشباك مكسر وشباك الصالون كله مكسر تكسير. شفت الدم بالأرض وزلمة هاي قاعد بالأرض لافينه بحرام لونه أخضر إنه ميت. نحن الآن داخل أحد المشافي في مدينة إدلب، حيث وصل عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال ونساء. البعض تم نقله إلى المشافي الحدودية، والبعض الآخر تم إدخاله مباشرة إلى غرف العمليات، وذلك جراء استهداف مدينة إدلب بعدة غارات جوية من قبل طائرات يعتقد بأنها روسية. ميرنا الحسن، أورينت نيوز، مدينة إدلب.